كان حاجة زي كده. دي حاجة الهوجر دي السوق هي بتحب الحاجات دي، حاجة تركية هي حلوة. أنا مش بتمنظر والله، بس دي مشكلة ولازم نحلها، والناس زي ما عملت المشكلة دي اللي هتحلها بإذن الله. هي حاجة زي كده، هي بتحب الحاجات دي يا عم، حاجات الهاجر هي تركي. بص عليه ده شيبة مش الأولاد، ايه دي حاجات، ايه دي حاجات الهاجر هي. صوروا زي ما بتطلعوا ده ترند، طلعوا ده ترند برضو. صوروا صوروا، انتوا مش كده، صوروا ده برضو، ده الهاجر برضو. تمام، حاجات محترمة، تلاقي واحدة محترمة. ايه تحب الحاجات دي؟ ايه بص، هي بتعشق الحاجات دي، حاجة محترمة بنت ناس تليق بيها. أنا مش بتمنظر بالحاجات دي ولا بعمل على قفاها نمرة، أنا بس عشان زعلانة بنراضيها، مش بعمل حاجة على حسها ولا باخد لقطة على حسها. أقسم بالله العظيم أبدا، يمين هتحاسب عليه، بس ده رد اعتبار ليها عشان ما تزعلش. تفتكرش إن أنا مثلا إيه، واخدها لعبة أو بزعلها؟ الحاجات دي ليها إيه؟ بس حاجة محترمة إيه؟ ممكن أبدأ لها في ربع ساعة وهي فيها عادي عشان ما تزعلش، بس حاجة زي كده. هي إيه تحب الحاجات دي محترمة، يا ريت الناس تصور بقى كده وتعمل اكسبلور وترند زي ما عملتوا على الحاجات الوسخة، تعملها الحاجات النظيفة. تمام، خافوا ربنا شوية، حاجة زي كده. ده تركي وده شي ان، حاجة زي كده. تحب الحاجات دي اوي، هي الحاجات دي كلها بتاعتها هي، محترمة تلي بيها. لما الحاجات دي مش ليها، ولا عمرها الكلية ولا أهل بيت. أنا بس خلي التعبير، ما كنتش أعرف، ما كنتش أعرف إن الحاجات دي بتأذي كده وتودي في داهية. أقسم بالله العظيم ما أعرف، أنا كبير في السن أهو، بس ساعات بكون أهبل على نياتي. نوم اللي هو الموضوع الحوار اتقطع خالص ومات، ودي الحاجات بتاعتها الحقيقية، هي إيه دي الحاجات بتاعتها. اهو حاجة زي كده، ستان، هي بتحب الستان ده اوي. تمام، ستان اهو، هي بتموت في الحاجات دي، كل حاجة تحت رجليها. ثانية واحدة، اجيب الفستان الرابع بسرعة وجاي. ثانية واحدة، اجيب الفستان كده اهو، ده الرابع اهو. هي بتحب الحاجات دي، معلش على التأخير. اه لما صورش صور زي ما صورته ده، صوره التاني هنا اللي جاكسون بيعتذر لها عن اللي حصل. تمام، حاجة زي كده، ده مش عارف نوعه ايه، سواري، سواري اهو. اهو دي الحاجات دي بتاعتها اللي بتلبسها. اول الحاجات دي انا بمسح بيها رجلي. تمام، دي مش بتاعتها. بس كده، ماشي، محاضرة تقطع خالص، عايزين نقفل الموضوع ده. تمام، تاني مرة أقول لك عايك عليها، متزعليش والله الكلام ده، متزعليش، أنا مش قصدي حاجة، والحاجات هي سخنة أكيد مش هشربه يعني. تمام، هو ده بقى. ليه يا حب؟ بص ايه، دي كانت اخر واحدة وحياة ربنا يا جماعة، بس عاملها عشان سمعت الناس بتقول زعلانة وكده. تمام،
ده المجه ده اول لما انت بتحط الميه السخنه اول لما بتحط الميه السخنه فاهم، او اول لما يبرد بترجع زي الاول بقى.